إلى الألحان لتعرفوا جميعا حديقة الحيوان، لتعرفوا جميعا حكاية الحيوان، لتعرفوا جميعا حديقة الحيوان، لتعرفوا جميعا حكاية الحيوان، لتعرفوا جميعا حديقة الحيوان. أهلا وسهلا، حياكم الله يا أصدقائنا الأطفال، كيف الحال؟ في اليوم موضوع عن الغابة، والغابة يمكن حنا لو رحنا للمنطقة الجنوبية نشوف شيء مثل الغابة تقريبا، في أشجار، والغابة شيء جيد وطيب وينفع البلد لأنها تنفعهم بالخضار وتلطف الجو، وإحنا لازم نحافظ على الأشجار هذه سواء في الغابة سواء في الشوارع سواء في حدائق بيوتنا، ما نقطعها ونخربها. فأيضا الغابة فيها بعد نظام، والناس يصيرون نظاميين يتقيدون بالنظام. فقصتنا اليوم وحكايتنا إنه كان يا ما كان في قديم الزمان غابة كبيرة كثرت فيها الاضطرابات وشاعت فيها السرقات. اضطراب اضطراب، ما لهذا العذاب؟ فرد يسرق، فرد ينهب، فرد يكسن، فرد مهمل. اضطراب اضطراب، ما لهذا العذاب؟ من يحرسنا؟ من يحمينا؟ من يحفظنا؟ من يعطينا؟ من يطعمنا؟ من يسقينا؟ اضطراب اضطراب، ما لهذا العذاب؟ لا تخريب ولا تدمير، لا تطبيل ولا تزمير، ما هذا الوضع الشرير؟ اضطراب اضطراب، ما لهذا العذاب؟ وحين عمت الفوضى والاضطرابات في وسط الغاب تدارست الحيوانات الأوضاع خلال أطول اجتماع، ووصلت إلى حل القضية الخطيرة العصية. هذا وضع لا يحتمل. حين كان دور الدجاجة في الحراسة شاهدت الثعلب ينظف أسنانه، وحين كان دوري كنت تتحدى أوامري وتصيح بأعلى صوتك، والحمار ينام في فترة حراسته فتنقلب الغابة رأسا على عقب وتعم الفوضى كل مكان. هل كنت نائما حين كنت تسرقين الطعام من بيت النمل أيتها الدجاجة؟ هذا يكفي، يبدو أننا لن نستطيع أن نحرس غابتنا بأنفسنا. نعم، لكن ماذا نفعل؟ نوظف حارسا من بني البشر لحراسة الغابة. موافقون. واستدعوا حارسا إنسان ليحرس غابة الحيوان، فحمل الحارس البندقية وبدأ يحرس هذه الغابة الفوضوية. ما هذا الصوت؟ ماذا أسمع؟ صوت أنين؟ من هذا الذي يتوجع في هذا الليل؟ ماذا أيها الثعلب؟ ماذا جرى لك؟ بطني تؤلمني أيها الحارس، فأنا لم أتناول طعاما منذ 10 أيام. لا عليك أيها الثعلب، عندي لحم في الكوخ وسأحضره لك. وما أن ذهب الحارس لإحضار الحاجة حتى انقض الثعلب على أول دجاجة. وحين عاد الحارس بالطعام قال له الثعلب باستسلام: ألا تريد أن تأكل أيها الثعلب؟ لا يا صديقي الحارس، لقد وجدت أن من لا يشعر بالجوع
لا يمكنه الإحساس بقيمة العمل. ماذا تعني؟ سأنهض باكرا في الصباح للعمل. إن الذي لا يعمل لا يمكن أن يصبح مواطنا صالحا. هل حقا سيكون فعلا مواطنا صالحا في يوم من الأيام؟ وسار في الطريق وشاهد الديك وهو يشعر بالضيق، فوقف ليسأله وقال الديك له: إنني أعاني من الأرق يا صديق الحارس. هل لي أن أعرف لماذا هذا القلق والأرق أيها الديك؟ لا شيء، ولكن ماذا؟ أريد منك أن توقظني في الصباح الباكر. كما تشاء، سأسجل ذلك في دفتر ملاحظاتي. كوكوريكو كوكوريكو، أنا الديكو أنا الديكو، كوكوريكو 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 كوكوريكو. يا لك من ديك شقي. وظل الحارس يسير دون أن يتعب، وبعد لحظات قابله الأرنب. ماذا كنت تنوي أن تفعل أيها الأرنب؟ أنا لا شيء. إذن ما الذي أخرجك في هذه الساعة من الليل؟ صدقني يا صديق الحارس، إنني لا أنوي أن أفعل شيئا، ولكن ابني جريح وأنا ذاهب إلى صيدلية القنفذ لإحضار الدواء. ولدك جريح؟ لا، هذا لا يجوز، يجب أن أذهب إلى البيطري ليعالجه بسرعة. يا لك من حارس طيب، هل صدقت أن ابني جريح؟ إنني ذاهب إلى الحقل من أجل إحضار كومة من الجزر اللذيذ. حتى الحمار خرج من الدار ليضحك على الحارس الطيب النبيل، ويعود ولو بالقليل من الخس الندي الجميل. أردت أن أسألك، كيف لي أن أتعلم؟ تتعلم أم صديقي الحارس الطيب، كل ما في الأمر أن زوجتي حامل وقد طلبت مني أن أحضر لها بعض الخس، وأنا بطبيعتي لا أحب السارقة. اذهب وأحضر لها بعض الخس أيها الحمار. شكرا لك أيها الحارس الطيب النبيل. وبعد أن كل من المسير بين الغابة والحقل الكبير، وضع الحارس بندقيته وجلس تحت النجوم يغني أغنيته. حين يزول الشر وتذهب الفوضى، يزيد هذا الخير وكلنا نرضى. الكلب والأرنب والفأر والعصفور والديك والثعلب وهذه الطيور، نعيش في هناء في الأرض والسماء، نعيش في هناء في الأرض والسماء. حين يزول الشر وتذهب الفوضى، لا ظلم لا عدوان، لا إثم لا عقاب، لا
يعرف الحيوان الخوف والعذاب في غابة الحيوان جميعهم إخوان في غابة الحيوان جميعهم إخوان حين يزول الشر وتذهب الفوضى حين يزول الشر وتذهب الفوضى يزيد هذا الخير وكلنا نرضى حين يزول الشر وتذهب الفوضى. لكن الحارس المسكين الذي كان يتمنى المكان الأمين فوجئ بالاضطرابات والسرقات تسود بين الحيوانات. ما هذا؟ ما هذا أيها الحارس؟ أين كنت حين سرق مخزن الحبوب التي جمعتها طوال السنة؟ وأنا لقد فقدت أحد فراخي. وأنا فقدت فراخي أيضا حين حطم الثور الشجرة التي أعيش عليها. وأنا سرقوا غطائي. وأنا من الذي سكب الماء علي؟ كفى كفى، أنتم حيوانات شريرة خبيثة ولن يفيد معكم شيء. ماذا ستفعل؟ سأترك الغابة لكم وأرحل وأحمل أغطيتي وبندقيتي وأرحل عنكم. وغادر الحارس الغابة وهو حزين، وترك الحيوانات لا تدري ماذا تعمل وماذا تفعل تائهات. إذا أردنا أن يعود الأمن والسلام والهدوء للغابة فلسنا بحاجة إلى حارس. ماذا سنفعل؟ نكون كلنا أخيارا طيبين، ويعاهد كل واحد منا نفسه أن يكون ما فعله من شر آخر مرة ولن يعود إليه أبدا. كلنا طيب، كلنا عامل، كلنا هادئ، كلنا رائع. غابة هادئة إنها حلمنا، غابة رائعة دائما ملكنا. فليكن للمحبة وليكن للصداقة فعلنا دائما وأصول العلاقة. كلنا طيبون، كلنا عاملون، كلنا هادئون، كلنا رائعون. وهكذا عاد الهدوء والسلام إلى الغابة التي عاشت هنيئة باقي الأيام. أحبابنا الصغار نعود كل يوم